السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غنديروا واحد الوصفة إسبانية، هي وصفة الفيديو. لي زغريديون ديالنا هما هادو. عندنا كروفيت رويال، هنا خضرة مخلطة مشوية، عندنا بصلة، فلفلة حمراء وصفراء وخضراء، والقرعة. هنا طماط عادي مقطع، قزبور معدنوس، بصلة، هادي السيبيا بحال الكالامار، كالامار، كروفيت، مطيشة طماط كونسونطخي، وهذا لا سوب ديال الحوت، تحميرة، كمون وملحة. لا بروميير ايتاب ديالنا هي غنديروا واحد المقله، غنديروا فيها شويه زيت بلديه خلوه يسخن، وغنديروا فيه الشعريه ديالنا. نديروا الشعريه ديالنا هنايا. اوكي، دابا غنشدوا هاد الشعريه، غنسخنوها شويه حتى تشد الكولور ديالها، صبرونزا. غنخليوها واحد 10 دقائق كما تنشوفوا. بعد 10 دقائق الشعريه ديالنا شدت اللون، برونزات. غنخليوها هنايا، دوزيام ايتاب ديال الوصفه ديالنا. غنشدو واحد المقله واحده اخرى، غندير فيها الزيت، ونقليو لو كروفيت رويال ديالنا، كاع الحوت اللي عندنا، سيبيا، لي كروفيت، غنخليهم كاملين واحد المدة 10 دقائق باش يطلقوا كاع داك الليكيد ديالهم يطلقوه. هادشي بدا تيطلق لي الليكيد ديالو، باقي لي واحد 3 دقائق ونحيدو. ايوا كيما تنشوفو صافي، هادشي طاب، الليكيد ديالنا عندنا هنايا، نحيدو هادشي كامل ونقصو العافية منينو، نحيدو الحوت، نطرو مزيان هداك الليكيد حيت غنستعملوه. كيما تشوفو قلنا مزيان بزاف تاع الليكيد، غنستعملوه باش نصايبو الخضرة ديالنا. هادشي هو اللي يعطي لو كول الفيديو ديالنا. دابا هاد الليكيد ديالنا غنستعملوه، غنشدو بصلة، نديرلو بصلة، غنزيدو قزبور معدنوس ديالنا، طماط، نزيدو الطماط، نزيدو في العافية. دابا داك الليكيد اللي خرجنا من الحوت هو اللي يعطينا لوغو ديال الفيديو. شربت مزيان، غنزيدو الملحة ديالنا والكمون والتحميرة، درتو كامل هنايا حيت غنستعملو بدقة، ملحة، كمون والتحميرة. غنزيدو العافية ماكسيموم باش يتشحر لينا هاد الخضرة. بعد ما تشحرات البصلة ومطيشة وقزبور بغيتي تشحر،
واحد 5 دقائق بعد ما تشحرات المطيشه وبصله قزبور معدنوس والتوابل ديالنا زدت الكالامار ولي كروفيت صغار كروفيت رويال ما زدتوش غنستعملو من بعد داكو دابا خليت هادشي 5 دقائق وغنزيد الشعريه ديالي المبرونزيه هي كل شيء حاجه مهمه خصنا نخلطو مزيان الشعريه ديالنا باش لو غو يدخل وسط الشعريه بعد ما حركنا هادشي مزيان غنزيدو لا سوب ديال الحوت غنغطيو بها هادشي كان خصها هادشي مابقاش يبان كامل كما تشوف تلات نيوة تقريبا نزيدو واحد شوية لا صافي وغنخليو الفيديو ديالنا طيب على خاطر واحد 30 دقيقة 30 دقيقة اي واحد الحاجة مهمة خصنا نزيدو لي كروفيت ديالنا قبل ما نساليو الطياب لي كروفيت غويال نديرهم من الفوق حيت هما ديجا طايبين غنديرهم من الفوق داكوغ صافي ونخليو كما قلنا 30 ولا 35 دقيقة كما تنشوفو هادشي طاب غنطفيو عليه صحتكم وراحتكم